المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 المادة الأولى، وافق على إعادة تخصيص المساحات المملوكة للدولة والتي تبلغ 3743 فدان تعادل 15.7 كيلو متر مربع المبينة بالخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة أسيوط لاستخدامها في إنشاء مجتمع عمراني متكامل بمنطقة الهضبة بالجبل الغربي وفقا للقواعد والقوانين الحكومية السارية، وعلى أن تعتمد التصميمات النهائية من هيئة التخطيط العمراني. المادة الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي. صدر بالقاهرة في 8 ربيع الآخر سنة 1433 الموافق 1 مارس سنة 2012 المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ألف مبروك لسيادتك، أولا 9 أيام ما انتشرش في الجريدة الرسمية.